إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. صباح الخير يا جماعة، محدش فيكم يعرف دكتور كويس بيعالج القولون؟ بصراحة خلاص يعني المغص والانتفاخ في بطني على طول كده والله بقيت بخاف أكل أي حاجة، بخاف أكل حاجة أي حاجة تتعبني. ألف سلامة عليك يا أستاذ عبد الرؤوف، أنا أعرف دكتور كويس على أول الشارع اللي أنا ساكنة فيه، كويس قوي في علاج القولون والمعد. أنا ممكن أحجز لك عنده وربنا يكتب لك الشفاء على إيديه إن شاء الله. اديني والنبي تليفونه علشان أحجز عنده وأروح له النهاردة، لأن بجد تعبان جدا. ربنا يشفيك يا أستاذ عبد الرؤوف، إن شاء الله الدكتور ده يعرفك تاكل إيه وما تاكلش إيه عشان ما تتعبش كده. وانا بسمع بصراحة ان اللي عندهم قولونهم تعبهم زيك كده لازم ينظموا اكلهم لا يتعبوا دايما. وعموما ربنا يشفيك ويعافيك يا استاذ عبد الرؤوف. الف شكر ليك يا مدام ايمان. ما هي الاكلات صديقة القولون اللي ما تزودش اعراض القولون العصبي؟ حديثا العالم بدأ يتكلم عن بعض انواع الاطعمة بيسموها فود مابس. الأطعمة دي لا تمتص جيدا من الأمعاء وبتتخمر فيها، وبتعمل أثناء تخمرها في الأمعاء كمية من الغازات بتزود جدا أعراض الامتلاء والشعور بالانتفاخ، وكمان بتسحب معاها كميات سوائل كتيرة من الأمعاء فبتعمل أعراض إسهال اللي بيشتكي منه الناس اللي عندهم القولون العصبي. علشان كده العالم بدأ يتجه لعلاج القولون العصبي بما يسمى بالنظام الغذائي الخالي من أو اللي يحتوي على قليل فقط من أطعمة الفود مابس. الأكلات دي زي بعض أنواع السكريات زي الموجودة في الشوكولاتة، الأكلات المحتوية على الفود مابس زي الشوكولاتة، اللبن المكثف، الأيس كريم، الفول، العدس، الخوخ، البصل، التوم، البطيخ، وحاجات تانية كتير. الأطباء المتخصصين في التغذية الإكلينيكية بيساعدونا جدا دلوقتي في علاج الشخص اللي عنده قولون عصبي، بيقدر يعمل له نظام غذائي معين بيمنع فيه تماما الأكلات اللي تحتوي على الفود مابس، بيمنعها أسبوعين لستة أسابيع، وبعد كده بنرجع لهم تاني بالتدريج علشان نعرف بالظبط إيه أكتر أكلة منهم بتتعب القولون ونقدر نتجنبها أو ناكل أقل كمية منها ما تسببش أعراض. وتاني حاجة مهمة جدا في الأكل المناسب للشخص اللي عنده قولون عصبي هو أننا نكتر له في الأكل اللي فيه ألياف طبيعية زي الفواكه والخضروات الطازجة، علشان الألياف بتحسن الهضم وبتمنع الإمساك. وأخيرا القاعدة الذهبية لجهاز هضمي سليم، قاعدة اتقال عنها إنها جمعت الطب كله في نصف آية من القرآن الكريم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.